ناس كتيرة بتشتكي من آلام الظهر الحقيقة، وأسبابه متعددة جدا بقى، قاعدة غلط، قاعدة كتير قدام الكمبيوتر، شغل كتير في البيت، واقفة كتير في الشغل بتشيل حاجة مثلا. غلط. مثلا بس واقفة كتير في البيت دي ما بقتش موجودة قوي دلوقتي، يعني واقفة مش كتير في البيت. أنا قلت في الشغل، واقفة في كتير في الشغل؟ الشغل. اه لا في الشغل. في الشغل انا سمعت في البيت في المطبخ لا، كده واقفة ولا كتير على الهوا مثلا. اصل يعني دلوقتي الدليفري كله شغال يعني. لكن من الحاجات اللي ممكن تخفف في آلام الظهر اليوجا. خلونا نشوف ازاي ممكن اليوجا فعلا تقلل آلام الظهر ونتابع. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم في عنا تمارين مخصصة لآلام الظهر، لما يكون الواحد مستعجل وعنده وجع حاد وبده يحاول يتخلص منه الطريقة، هذا هو الدرس المناسب لكم. حتى إذا ما عندكم أوجاع ظهر وحابين تعملوا تمرين بسيط بريح الجسم بشكل عام، هذا التمرين مفيد لكم. خلينا نبدأ مع بعض. بدنا نبدأ الدرس وإحنا في وضعية الطفل، فبنبدأ بأنه بيكونوا ركبنا التنتين بعاد عن بعض، في مساحة بين الركب، وشوي شوي بننزل الجبين باتجاه الأرض. منخلي الإيدين اللي فوق مرتاحين، مش مهم يكونوا ممدودين أو أي شيء. ومنبلش نتنفس نفس عميق ونجيب النفس على أسفل الظهر. بدنا نحس بكل هاي المناطق عم تتفتح. نفس عميق وزفير. إذا بتعرفوا تنفس الأوجاي ابدوا فيه، إذا لأ بتقدروا تحضروا هذا الفيديو، بحط لكم الرابط تحت. أوجاع الظهر دائما تيجي من تكدس في الفقرات، فإحنا عم نحاول قد ما بنقدر نبلش نعمل مساحة بين الفقرات. من هون بدي نبلش نجيب شوية من تقلنا على إيدينا، نرفع الجبين عن الأرض. مع الشهيق بدنا نلف الظهر شوي، ونحاول قد ما بنقدر نحس بالهواء عم يفوت أو الأكسجين عم يفوت لعند أسفل الظهر، فعم نعبي البطن لتحت تحت بالهواء. وزفير، بدنا نمدد الظهر لقدام، نمشيه يمين وشمال يمين وشمال زي الأمواج لغاية ما نرجع ننزله على الأرض. نحس كيف صار في عنا مساحة شوي أكبر بين الفقرات بهاي الطريقة. شهيق، زفير، نرجع كمان مرة مثل الأمواج، ننزل الراس باتجاه الأرض، بنمدد بالظهر. آخر مرة شهيق وزفير، كمان مرة زي الأمواج، نمدد قد ما بنقدر الظهر. من هون شوي شوي بدنا نرجع نيجي نقوم لوضعية جلوس، وبدنا نجيب ركبنا التنتين مع بعض. من هون بدنا نعمل بنفس الطريقة، بدنا كمان مرة نعمل مساحة بين الفقرات ولكن بطريقة مختلفة. شهيق، بدنا نلف الظهر. زفير، بدنا نفتح كل شيء زي لما يكون في اشي عنا شهيق متكدس، بنصير نعمل فيه هيك. نفس الشي عم نعمل في الظهر، شهيق، نفكفك الظهر. زفير، شهيق، زفير، شهيق وزفير. ومن هون بدنا نجيب رجلينا على جنب، نقعد على الحوض، الركب التنتين لعند الصدر، وننزل شوي شوي على الأرض. منجيب ركبنا التنتين لعنا، ومنروح يمين وشمال في الجسم اللي ندلك منطقة أسفل الظهر، نعمل مساج للظهر، وبنقدر نجيب الركب لقدام شوي ونرجع نرجع الركب باتجاه الصدر. كل واحدة فيهم تعمل مساج للظهر أو تدليك بمنطقة مختلفة. من هون بنرجع أقدامنا التنتين على الأرض، نفتح إيدينا التنتين على الجنبين، بنجيب الركبتين مع بعض على الجنب، نرفع الحوض شوي وبنطلع بالاتجاه المعاكس. وهاي الحركة يا إما رح تحس كأنها أحلى إشي بحياتكم بتسووه للظهر، يا إما رح تحسوا فيها بألم. إذا بتحسوا فيها بألم اطلعوا من هاي الحركة وخلوا ركبكم التنتين لفوق بهاي الطريقة.
ومن هون كلياتنا مع بعض بنرجع الركب التنتين للوسط، وبنجيب الركب التنتين مع بعض على الشقة اليمين، بنرفع الحوض عن الأرض ونظرنا بيروح على الاتجاه المعاكس على الشقة الشمال. ومنضل مع النفس العميق مع الشهيق الجاي، منرجع رجلتين للوسط، منمدد رجلينا التنتين على الجنبين وإيدينا التنتين لتحت شوي أقرب على الجسم. ناخد كم من نفس عميق هون، ودايما التمدد على الأرض كتير منيح لأوجاع الظهر. ولما تجهزوا على راحتكم تقدروا تقوموا، وهيك بتكونوا خلصتوا الدرس. يعطيكم العافية. وإذا بتحبوا تشاركوا بتحدي لـ30 يوم.